بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله محاضرات انتقال الحرارة. هنشوف إن شاء الله في الجزئية هذه مثالين سريعات إن شاء الله هتكملوا حلهم أنتم. لو كان عندنا في المثال هذا هنتكلم طبعا على نركز على قانون فوريه للحرارة. طبعا بتكلم هنا في عندي سقف منزلي، هذا السقف عندنا معطيني الطول والعرض والسمك تاعه، يعني معطيني المساحة A اللي بجيبها 8 في 6، ومعطيني السمك محول وجهة الدلتا إكس. طبعا مصمم الخرسان معامل الانتقال الحرارة تاعها 8 من 10 وات متر تربيع على في درجة الحرارة. بقول إذا كان درجة الحرارة في أحد ليالي الشتاء من يعني من من في أحد ليالي الشتاء للسطح الداخلي للسقف 15 والخارج 4، من برا 4 ومن السطح الداخلي ايش 15، اللي هو الغرفة 15. احسب معدل فقدان الحرارة خلال السقف. طبعا بجيب المساحة، عندي سمك دلتا اكس، عندي كي، عندي تغير درجة الحرارة اللي هو دلتا تي اللي هو 15.4. بنطبق تطبيق مباشر اللي هو كيو بيساوي كي في اي في دلتا تي على دلتا اكس. دلتا تي اللي هي 15.4، ايه المساحة اللي هي عندي المساحة A تربيع 8 في 6 ب 48 متر تربيع، وعندي K الثابت thermal conductivity اللي هو 8 من 10 على بوينت 25 اللي هي دلتا إكس، بطلع عندي الجواب 1690. طبعا تطبيق مباشر ضروري، يعني الأمثلة هذه ما نضيعهاش في الامتحان لو جانا سؤال زي هذا. بقول لي فيها أنا حاط ارتفاعه 3 متر وعرضه، معطينا الارتفاع والعرض، ومعطينا السمك برضه دلتا ومحول وجاهز. معامل الانتقال الحرارة بالتوصيل كي بيساوي 0.9. إذا كانت درجة حرارة السطح الداخلي 16 درجة والسطح الخارجي 2 درجة، احسب معدل فقدان الحرارة. طبعا تطبيق مباشر نفس القصة، بجيب المساحة اللي هي 15 متر تربيع، ودلتا اكس عندي موجودة وكي موجودة، بطبق تطبيق مباشر كيو بدها تساوي كي في ايه في دلتا تي على دلتا اكس 0.9 من 10 ضرب 15 ضرب 16 ناقص 2 اللي هي ايش 14، كل هذا تقسيم 3 من 10 هيطلع عندك 630 واط. اذا ناخذ بالنا من الاسئله البسيطه هذه، ما يعني نحاول نسهل في الجزئيه هذه. ان شاء الله هنتكلم على الثيرمال كوندكتيفيتي. الثيرمال كوندكتيفيتي طبعا هي خاصيه، هي بتميز الماده، كل ماده عندها المواصليه تاعتها. طبعا ممكن تعريفها انها هي الفلو، الهيت فلو، الهيت فلو تاع خلال السمك معين عند انتقاله من مادة من المادة لكل وحدة فرق درجة حرارة. إذا معدل الفيض خلال كل وحدة سمك من المادة لكل وحدة فرق درجة حرارة. وطبعا تصنف هذه المواد، طبعا في مواد جيدة رديئة. لو نلاحظ إنه الفضة تعتبر معامل الانتقال تاعها مقارنة بالنحاس قليل جدا، مقارنة بالنحاس قريب منها جدا، والديامون. لكن لما اجينا عند الزئبق هنلاقي انه والهواء طبعا الكوندكتيفيتي تاعته قليل جدا، يبقى الهواء يعتبر عازل مقارنة بقوة العزل تاعته اكثر من النحاس، اكثر من الحديد، اكثر من الطوب. طبعا لو قلنا كمان قارنا قارنا كمان الالومنيوم، هنلاحظ الالومنيوم برضو المواصلية تاعته اقل من الذهب. نلاحظ الذهب الدايموند كبير جدا جدا 2300 الثيرمال كوندكتيفيتي، لكن الفيريون اقل، المطاط اقل، الخشب اقل، الهواء اقل، هذه المناطق اللي بكون فيها اقل نسبة كوندكتيفيتي. طيب طبعا مواد جلد التوصيل زي النحاس والفضة مثلا معامل انتقالها مرتفع مقارنة ب طبعا الخشب والمطاط والزئبق. طبعا هذا جهاز بقيس معامل انتقال الحرارة بالتوصيل، جهاز بسيط. في هنا نماذج مشابهة، في عندي سخان، في هنا عازل، وهنا جهد، وهنا تطبيق فرق الجهد على الجهاز. طرق قياس المادة للحرارة، قياس الموصلية للمادة للحرارة. طبعا تقاس الموصلية باستخدام السخان، شفناه بين نموذجين متحدين من الماء كما هو موضح بالشكل، لضمان سريان الحرارة من السخان
وخلال كلا النموذجين من المادة فإنه يعزلان طبعا عزلا تاما. طبعا أنا كمية الحرارة اللي هي كيو بتساوي اي في ايش في في، شدة التيار في فرق الجهد. عند حساب معامل انتقال الحرارة بالتوصيل المعلومية في كيو، كي بدها تساوي كيو على ايه؟ دلتا اكس على دلتا تي. طبعا هنا هذا هو نفس قانون فوري. التشابه بين انتقال الحرارة وسرعة شدة التيار واضح جدا، كيو بيساوي دلتا تي على دلتا اكس في كي في ايه. وكأنه معنى أن معدل انتقال الحرارة كيو يساوي الفرق في درجة الحرارة مقسوما على المجموعة دلتا اكس على دلتا تي. نسميها هذه يعني، نسميها اي، نسميها لقد ذكرنا الفرق في يعني كأنها هذه ايش نسميها ايش مقاومة. طبعا هنا بدي احاول يعني يشابه بين قانون فرق الجهد في فرق قانون فرق الجهد في درجة الحرارة في الكهرباء، وفرق الجهد في بدي شبهها بقانون فوريه للتوصيل. كيو هنا كمية الحرارة، معدل انتقال الحرارة كيو بيساوي الفرق في ايش؟ في درجة الحرارة مقسوما على الثابت هذا. بمعنى اخر نسمي هذه، تسمى هذه المقاومية الحرارية اللي هي ار، سمينا ار اللي هي دلتا اكس على كي في ايه. وكأنه عندي درجة الحرارة هان في مقاومة، هذه المقاومة هي قيمتها دلتا اكس على كي، يعني هذه كأنها مقاومة. لأن يعني عندي سلك نقطة A إلى نقطة B، وهذه عندي الشحنة، احنا قلنا كيو بيساوي V في I، فرق الجهد في التيار. هنا كيو بيساوي دلتا تي على ايش؟ عند معدل تغير درجة الحرارة 2 ناقص تي 1 على R، R هي دلتا اكس في كي ايه سماها R. هو بس مقارن للتوضيح بس مش أكثر يعني. بس يعني من هذا بحاول يشابه بين سرعان شدة التيار الكهربائي وانتقال الحرارة. في عندي هنا انتقال الحرارة لما يكون كومبوزيت بلين وول، يعني بيكون انتقال الحرارة المستقر خلال جدار مركب أو مستوي، يعني مركب ومستوي، يعني بيكون انتقال الحرارة مستقر ثابت، ما فيش حرارة طالعة من الجسم لكن استقراره ثابت من ألف إلى باء كما بالشكل هذا. يعني لو عندي مركب من طبقتين أو ثلاثة زي الشكل هذا، درجة الحرارة عند سطح معين وسمك كل طبقة موضحة مثلا تي واحد تي اثنين تي ثلاثة تي أربعة. طبعا هنحسب الانتقال الحرارة، معدل انتقالها بالتوصيل من السطح الداخلي إلى إيش؟ والسطح الداخلي، بين السطح الداخلي والسطح إيش؟ الخارجي. عندي هنا دلتا إكس معروفة، كي واحد معروفة، وكأني بدي أعملها بالشكل هذا تي واحد تي اثنين تي ثلاثة تي أربعة. فرق الجهد اللي قلنا هنا دلتا إكس كي على إيه؟ دلتا إكس كي على إيه زي ما حكينا، اللي هي قيمة آر هذه. دلتا اكس كي على ايه. طبعا لقد توصلنا انه ال طيب طبعا زي ما حكينا كيو بيساوي دلتا تي على دلتا اكس على كي ايه، هذه نسميها ار، يعني ار بيساوي دلتا اكس على كي ايه. بدي احسب قيمة ار واحد وار اثنين وار ثلاثة. نبدأ عندي انا كيو بيساوي تي واحد ناقص تي اثنين على ار واحد، كيو 2 بيساوي تي 2 ناقص تي 3، وكيو بيساوي تي 3 ناقص تي 4 على ار 3، وهكذا. هنا حيث ان معدل انتقال الحراره المستقر كيو ثابت في جميع ايش الحالات، يعني كيو 1 بيساوي كيو 2 كيو 3، لانه هو قال لي ايش، لانه ايش قال لي في الاصل انتقال مستقر، يعني الانتقال الحراره هنا مستقر في كل في كل الاجزاء، عند كي 1 عند كي 2 عند كي 3. عشان هيك بس بساوي كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 بيساوي بعض. طيب من المعادلات بحذف السابق، بحذف تي 2 وتي 3، بضل عندي كيو بدي ساوي تي 1، طبعا علاقات مع بعض، تي 1 ناقص تي 4 بيساوي ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. طبعا مجموع، وكأني قاعد بقول تعطي هذه المعادلة تعطي قيمة معدل انتقال الحرارة طبعا ايش بالتوصيل خلال جدار مكون من 3 طبقات. لو كان 4 موضوع ثاني، لو كان 2، ويمكن بنفس الطريقة استنتاج القانون العام. طبعا هذا القانون يعني كيو يساوي مجموع عندي ان، يعني ممكن يكون 4 أو 5 طبقات، يساوي مجموع دلتا تي الكلية طبعا كلها على مجموع من اي تساوي ان لحد اي تساوي 1، يعني ان 5 ان 6 ار اي، يعني دلتا التي الكلية تساوي تي 1 ناقص تي مثلا
تي 2 تي 3 تي 4 تي 5 حسب لا وكمان عندي كيو بتساوي تي 1 ناقص تي 2 على ار لانه بيساوي بعض. طب ار ايش بيساوي يا استاذ؟ هذا يعني هنا خلص كيو بتساوي تي 1 ناقص تي 2 على ار بناء على ايش؟ بناء على العلاقة هذه اللي وصلنا لها. ماشي؟ طيب عندي مثال بسيط، انا بقول يمكن حساب معدل فقدان الحرارة خلال السقف، المثال اللي قبل اللي السابق هذا تاع السقف هذا. او مثال اخر مش شرط، بقول لي دلتا اكس بدي تساوي 0.25 على كي عندي 0.8 ضرب 48 اللي هو المساحة ايه اللي هو 8 في 6 اتذكروها، هذه قيمة ار. كمان مرة دلتا اكس على كي على ايه، هذه قانون ار كأنه هذه مقاومة يعني، اللي هي في دلتا اكس على ايش على كي ايه، دلتا اكس اللي هي 0.25 متر وكي اللي هي 0.8 معطينيها بالنسبة للخرسانة، والمساحة اللي هي 8 في 6 بيطلع عندي جواب صغير جدا 0.0065 درجة على الواط، درجة مئوية على الواط. فضل عندي بدي احسب كيو، انا جبت ار عارفها لكن كيو اللي هي 15 ناقص 4 اللي هي تي 1 ناقص تي 2، ها نأكد عليها هاي تي 1 ناقص تي ايش يا ولاد؟ تي 1 ناقص تي 2 اللي هي 15 ناقص 4 في السقف، 15 ناقص 4 ماشي. عندي هنا كيو بدي اساوي 15 ناقص 4 على 0.00651 بتطلع تقريبا 1690 ايش واط تقريبا، نفس الاجابه اللي توصلها في المثال الصرف، نفس الاجابه هاي 1690 نفس الاجابه حتى تشوفوها تتاكدوا 1690 ماشي. بقول لي هنا عندي شباك ارتفاعه معروف 8 من 10 متر وعرضه 5 متر ونص، يتكون من طبقتين من الزجاج، الزجاج الثيرمال كوندكتيفيتي 0.78 واط على المتر درجة مئوية، سمك كل واحدة منها 4 ملي، طبعا نحاول 4 ملي، مفصولتين بطبقتين زي ما حكينا بطبقة هوائية، سمكها قديش؟ 10 ملي. بقول إذا كان معامل انتقال الانتقال بالتوصيل للهواء الساكن، معامل انتقال الهواء الساكن بيساوي 0.026 واط على متر درجة مئوية. طيب احسب معدل انتقال الحرارة خلال الشباك إذا كانت درجة حرارة السطح الداخلي للشباك الداخلي 8 من 10 والخارجي ناقص 8. يعني دلتا تي بدنا نجيبها نحطها على شقة بس مش هلقيت. نبدأ ب احنا قلنا الشباك متكون من 3 طبقات، بما انه منطبق القانون مباشرة اللي هو كيو بيساوي تي 1 ناقص تي 4 على ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. مساحة الشباك اللي هي 8 من 10 ضرب 1.5، نحسب المقاومة الحرارية اللي هي ار، ار 1 هنا ار 1 بتساوي ايش؟ ار واحد ايش بتساوي؟ ار واحد هتساوي ار ثلاثة. ليش؟ انا عندي 3 طبقات، الطبقة الاولى هنبدأ من كمان مرة، شباك ارتفاعه كذا طبقتين من الزجاج، طبقتين يعني الطبقة الاولى وكل زي ما حكينا عندنا ار 1 وار 3 بيساوي بعض الطبقتين من الزجاج، والطبقة المفصولة بيناتهم طبقة الهواء، بحسب ار 1 بيساوي ار 3 بحسبهاش مرتين، بيساوي دلتا اكس 1 في كي في ايه، الكي تاعت الكي تاعت الزجاج هيها الثيرمال كوندكتيفيتي تاعتها، وبعوض ضرب المساحة 1.2 من وين جبتها المساحة هيها، على في طبعا من فوق دلتا اكس اللي هي دلتا اكس 1 اللي هي بقسم على 1000
أربعة من ألف. ليش؟ لأنها بالمليمتر ده حولها لمتر. خلصنا، دير بالكم من هذه القصة. ونحسب المقاومة الحرارية لإيش؟ لطبقة الزجاج. نحسب المقاومة الحرارية لطبقة الزجاج، بتطلع عندي ار 1 تساوي ار 3 تطلع 0.0042. بضل عندي بدي احسب ايش؟ ار 2 لمين؟ للهواء. دلتا اكس تاعت الهواء قديش؟ السمك 10 على 1000 اللي 1 من 100 بتطلع. في كي، الكي تاعت الهواء هيها بعوضها، ضرب ايش يا جماعة؟ ضرب 1.2 اللي هي المساحة نفسها، طبعا 0.325. خلاص، ما دام انا جبت كيو بعوض عن تي 1 ناقص تي 2 اللي هي ايش؟ هاي الرسمة. عندي زجاج، عندي زجاج، عندي هواء في النص دلتا اكس 2. جبنا ار 1، جبنا ار 3 اللي كان بيساوي بعض، وار 2 اللي هي الطبقة، يبقى مجموع طبقات، طبقتين زجاج زائد طبقة كذا. بنحسب المجموع ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. خلصنا، ماشي. كيو ايش بدي اساوي؟ 15 ناقص ناقص 8، 15. استنى شوي نتأكد، درجة الحرارة الخارجية الداخلية 15 ناقص ناقص 8، يعني تصير 23 في البسط. ها ماشي، 8 و15 ايش؟ 23 تقسيم هذه القيمة 3 من 10 بيطلع عندي 70 كيو، تساوي 70.82. اذا ناخذ بالنا من القصة، هذه الأسئلة زي هذه هي بسيطة لكن بدها شوية تركيز، بما انه اعطاني هنا ها طبقتين زجاج، طبقتين الزجاج هذول بعمل الترتيب تبع طبق السمك والسمك تاعهن عندي، والمساحة عندي، وعندي مفصولات بالهواء اللي هي 10 ملي. طبعا المساحة دلتا اكس، المساحة ايه هي نفسها بالنسبة لطبقة الهواء، والمساحة هي نفسها بالنسبة لمين؟ للزجاج. يعني هنا المعوضة نفس المساحة، نفس المساحة ايه هي نفسها. حولت الواحد من عشرة ملي متر لألف، قسمته على ألف، واحد من مية، وقسمت الأربعة، قسمت الأربعة على ألف، طلعت أربعة من ألف. يعني إذا عندي هناخد العشرة ملي حولتها قسمتها على ألف واحد من مية، وحسبت المساحة تاعتي 8 × 10 في 1.5 اللي هي 1.2 متر تربيع. كيو عندي زي ما حكينا، كيو بنسبة تي 1 ناقص تي 4 على ار 1 زائد ار 2 على ار زائد ار 3. ار 1 وار 2 بجيبهن، ار 1 وار 3 بيساوون بعض، بضرب في 2 في نفس الرقم، وار 2 اللي هي ار 2 بالنسبة للهواء حسبتها دلتا اكس 2. ولازم اتذكر الثيرمال كوندكتيفيتي الثابت بالنسبة للهواء وبالنسبة للزجاج. طبعا هذه بتكون في جدول تعطى ليكو بتشوفوها. اذا ضروري المحاضرة هذه تراجعوها، تحاولوا تحلوا، لو في خطأ لو في اشي جل من لا يسهو، حاولوا تحلوا هذا السؤال وتقارنوه بالمثال اللي فوق. وتضل عندنا ان شاء الله المحاضرة الجاية ان شاء الله هنكمل ضروري الرسمة هذه تتعلموها، تي واحد تي اثنين تي ثلاثة تي واحد ناقص تي اربعة، ضروري تتعلموها. في الفقرة الجاية ان شاء الله هناخد انتقال الحرارة بالتوصيل خلال الأسطوانة المجوفة. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.